السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج بخير. يا مرحبا. لاباس عليك. الله يبارك فيك مولاي. هاني مزيان. نحمده تعالى. أمي الحاج بغيت تدي أمانة الله يرحم لك الوالدين. يا رب. بالنسبة لي عندي واحد الوالدة. يا رحمن يا رحيم. واحد الوالد الله يهديه. الله يهدينا جميعا. اش وقع عليها سيدي ياسين؟ أمي الحاج في أحد البلية دار التيرسي. الله الله الله. طلبوا ربي ربي يعفو عليه. يا ربي يا ربي. يا رب الجميع. يا رحمن يا رحيم يا كريم. يا ربي يا كريم سي ياسين. الله يحفظك مولاي. وهذه أيضا خلق قويم وخلق جليل أن الإبن يدعو مع أبيه. قد يكون الابن يعلم اباه. سيدنا ابراهيم الخليل كان ابوه في معصيه كبرى، كان يصنع الاصنام. صوروا ابو الانبياء، سيدنا ابراهيم يسمى ابو الانبياء، لان اليهوديه والمسيحيه والاسلام كلها في دائره واحده كتسمى الديانات الابراهيميه. ابونا ابراهيم ابو الانبياء عليه السلام، يسمى خليل الله، مقام رفيع. ومع هذا كان ابوه يصنع الاصنام ويبيعها. وكان باه ملي كان السوق يقول له واش تفهم عليا؟ واش انت احسن مني؟ كان يقول له يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. ممكن ان الابن يكون اكثر نصاحه ونباهه وايمان وتقوى وصلاح من الاب. وكيلقى مشكله انه يقوم بنصح الاب. لكن اذا لم يجد طريقه للنصح فليدعو له. قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أخي ياسين استغفر لأبيك وادعو له بالهداية، لأن هذا الترسي هذا القمار هو نوع من الإدمان. الإدمان أشكال وألوان، هناك مدمن سجائر، هناك مدمن خمر، هناك مدمن قمار، كما هناك مدمن أنترنت ومواقع تواصلية إباحية، هناك مدمن جلوس على المقاهي وعدم غض البصر، هناك مدمنة غيبة ونميمة قيل وقال. الإدمان أشكال وألوان، لكن القمار هو كبيرة من الكبائر، لأنه يمحق البركة ولأنه يعطل الأشغال. وإذا كسب الإنسان أي مال فهو حرام ولا يكسب. مع من يلقى تلاش واحد قمار ربح. يا ما جلست مع بعض الخمارين وقلت لهم اريد ان استفيد من تجربتكم في الحياه، شحال انت في هذه الحرفه؟ كيقول لك 30 عام 40 عام. شحال خسرتي وشحال ربحتي؟ كيضحك كيقول لك خسرت، كيبغي يحسب، كيبقى يحسب باقي ما وصلش. كيقول لك خسرت حياتي كلها. وشحال ربحتي؟ واحد النهار ربحت 400 درهم، واحد النهار ربحت 6000 درهم. وشحال خسرتي؟ كيبقى يحسب كثير داك الشيء، 50 70 80 مليون. وضيع الكثير وضيع وقته، عوض أن يقضي وقته في الصلاة والعبادة والطاعة يضيع وقته في هذا الأمر اللي هو مضيع للوقت والصحة وللرزق وللعائلة. إلا نصحته راه كي تنصح. يا ما جلست مع ناس فيهم القمار وكيبكي وكيقول لك الله يهدينا ويلا معي الجامع، وكتجر معك الجامع وقبل منها كتقول لي يلا معي لواحد الزردة. كيمشي كياكل كيشرب كيفرح كيلقى الناس كيقول لك صافي نقعد نصلي. كيعود يصلي معك كتجيب لي جلابة، كتجيب لي طاقيه، كتجيب لي العطر، بلغه، تسبيح، قران، وكتقول لي شوف الزرده المقبله غندك معايا عاوتاني وفرحان عاوتاني. كيغبر عليك، كتقلب عليه كتلقى راهو مخبي عاوتاني في واحد المقهى، راهو كيلعب القمار. كتسولو يا فلان علاش درتي هادشي كله؟ ياك انت غادي زوين. يقول لك الله يعفو. الادمان خطير جدا. الادمان اخطر من التلبس. يلا كيبغي يقول بارك عليا فاذا به يشتاق، كيشعر بحال العنب المجيع والعياذ بالله. فنصيحة لكل من كان يلعب القمار، غنقول لي شوف واضب على شيء واحد، الاستغفار. أعظم طريقة اللي بغيت تخلص منها الاستغفار. وأي إدمان
لا عندك الادمان ديال الخمر او ديال السجائر او ديال الرشوه او ديال عدم غض البصر او اي ادمان. خليك على حالك، ولكن اضمن لي شيء اضمن لك التوبه. ما هو هذا الشيء؟ هو الاكثار من الاستغفار. الاستغفار الاستغفار الاستغفار، كلما استغفرت المولى عز وجل بحال الصدى. الاستغفار هو نيتواياج، هو واحد الماده مضاده للصدى ديال الذنوب، والذنوب اخطر من امراض كورونا. الذنوب خطيره جدا، تسود القلب وتسود الوجه وتسود صحيفه الانسان، لا مخرج منها الا التوبه. ربنا عز وجل قال: الا من تاب وامن وعمل صالحا، الى ان قال: فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فقل لسياسين، قل لوالد ديالك يواظب على الاستغفار، واسال الله تعالى ان يهدينا ويهديه ويهدي الجميع الى الصراط المستقيم. نسال الله تعالى ان ينزع من قلبه حد الشيطان. نسال الله تعالى ان يحبب اليه الايمان. نسال الله تعالى ان يبليه بالصلاه والذكر والقران. ونسال الله تعالى ان يحفظ ويرد بجميع المدمنين والمدمنات الى صراطه المستقيم. راهم معذبين، عندكم تسحبوا هاد المدمنين فرحانين. يا ما كنا مع بعض الاحباب نقوم بجولات فنقتحم العقبه، كتدخل الخمار وتدخل المكان ديال الفساد باش تعرف اش كيدير داك الانسان وتوصيه. تحيه كبيره لواحد الرجال كيتسموا رجال التبليغ والدعوه الى الله. هذا الرجال بالليحه ديالهم وبالقميص وبالعمامه كيدخل اماكن ديال الفساد. كتقول لي يا فلان اذهب الى المسجد وادعو الله، كيقول لك لا، الجامع عنده ماليه، عنده العلماء والفقهاء ديال وزاره الاوقاف الشؤون الاسلاميه، عندهم واحد النظام مبرمج. كل مسجد له مؤذن ونائبه والإمام ونائبه والخطيب ونائبه، وله ثلاثة أو أربعة من الوعاظ والمرشدين والمرشدات. داكشي منظم، المساجد منظمة. لكن شكون اللي غادي يمشي للبار؟ شكون اللي غيمشي للديسكوتيك؟ شكون اللي غادي يمشي للحانة؟ شكون اللي غيمشي للوكر ديال الدعارة؟ شكون اللي غادي يمشي للمكان ديال هذا ما يسمى فلا اقتحم العقبة؟ تحية كبيرة لهذا الرجال اللي هما كيمشيو وكيبداو ينصحوا هؤلاء الناس. وملي كيمشي كتلقى اول حاجه كيديرها انه كيقدم معاه العطر. كنذكر مره واحد منهم مشى لواحد الديسكوتيك لابس واحد العمامه وواحد اللحية ودخل الديسكوتيك، والالوان والحياه والابهه والشباب وموسيقى صاخبه. دخل ويوقف ليه الحارس الليلي في الغادي، قال لي داخل بغيت نبلغ الرساله. قال لي اش من رساله؟ قال لي سلم سلم. ما بغاش يسلم عليه، قال لي غير سلم ابتسم لاخر ويسلم عليه. قال لي سعداتك عندك الان دخل الى رصيدك لما قلت السلام عليكم عندك 10 حسنات، وقلت ورحمه الله عندك 20 حسنه، وقلت وبركاته عندك 3 حسنات. سعداتك دابا الان دخل الى الكونت ديالك ديال الحسنات 30 حسنه. هو يضحك. قال لي وابتسمت، والنبي الكريم يقول وتبسمك في وجه اخيك صدقه. لقد ابتسمت، دخل الكون ديالك صدقة أخرى. هو يفرح ويعنقو عنقو، وقال لي الله غفر الله لك. لقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا التقى مؤمنان فعنق أحدهما الآخر غفر الله لهما. فالراجل عجبو هذا الكلام، ثم خشبت العطر قالوا لي في يدو شم الريحة ديال العطر ديال المسك وديال العود ولا ديال عجبو الحال. في لحظة تلقى كيتكلم معاه. هذيك اللحظة الرجل اللي كان كيدير الامن في المحل مشى مع الرجل، بعد يومين جات هو لابس فقيه ودخلوا وبداوا النصيحه والموعظه الطيبه. وفيما بعد وصلت الدعوه الى صاحب الحان، ومن بعد غلق الحان وغير الاكتيفيتي ديالو وهن الله المدينه، وربي عز وجل راضي على الجميع. كلام جميل اللي ما لقاش. واش كيديروا هاد رجال التبليغ؟ واحد كيمشي يدعي الى الله وصديقه بعيد منه كيدعي، الاخر كيتكلم في الفقه وكيتكلم في الجنه، هو ما يتكلموا في السياسه لان هي جماعه مرخص لها من طرف السلطات معروفه، لانه ما يتكلموا في السياسه كيتكلموا فوق السماء او تحت الارض. فوق السماء الجنه ونعيمها، وتحت الارض القبر ونعيمه، والدنيا خلوها لمالها. ولكن هذا سياسه رائعه تنفذ الى القلوب بغير استئذان. دائما واحد كيمشي يتكلم في الدعوه وكيتكلم في الايمان وصديقه كيتسمى البينوم، صديقه بعيد منه كيسبح لله باش ربي يفتح القلوب ويفتح الضمائر. فاحسن طريقه للدعوه الى الله تعالى هي الكلمه الطيبه واللي يسمع
وانتفع بها الله يكمل له الرجاء، واللي ما انتفعش بها ادعو الله له، ادعو الله له ان يفتح قلبه ويفتح بصيرته وسيفتح، لان الله تعالى اسمه الفتاح العليم. اسال الله الكريم اخي ياسين ان يهدي والدك ويهدينا معه ويهدي جميع عباده المؤمنين امين، ويصلح زوجتك وذريتك امين امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.